في الفترة الأخيرة يعني كانت أمطار الخيط يعني أكيد تنزل على أرض الكويت الحبيبة بشكل يعني كان مفاجئ نوعا ما. الجو لا يزال نوعا ما دافئ والأمطار قاعدين نشوفها مستمرة، وهذه الصور اللي قاعدين نشوفها الغيوم طبعا تجوب سماء الكويت، ونوعا ما الجو حلو نقدر نقول. لا لا حلو، هو حلو يعني انه يعني يمكن الامطار يعني هالاجواء بحد ذاتها جدا جميله. مع الامطار في ناس اكيد تحب الارض ترتوي، وهذا اهم شيء في الموضوع. هو سبحان الله هالسنه يمكن تاخر علينا المطار، يمكن احنا الوسم دائما يبدي من تاريخ 16/10، هالسنه سبحان الله تاخر علينا الوسم، الامطار نزلت على البلاد يعني متاخره، ولله الحمد والمنة أيضا ما كانت هي في الكم الكبير اللي هي مثلا الغزيرة. هي صح منتشرة في أماكن متفرقة قاعد تصير، ولكن بهدوء وقاعد تصير ديمة لمدة ساعتين ثلاث وترد توقف وترجع مرة ثانية. طبعا كان في هناك تنبؤات من الأرصاد الجوية بعدم استقرار الجو، يعني الملامح شوي نقدر نقول هي غير واضحة، فتوخي الحذر دائما ملزوم. بما أن هناك تنبؤات وتوقعات في حالة الأرصاد الجوية، فما لنا إلا نرجع إلى الأستاذ عبد العزيز القراوي مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، والذي ينضم إلينا عبر سكايب. عبد العزيز صبحك الله بالخير. وطقس غير مستقر تشهد البلاد، إلى متى يستمر؟ صبحك الله بالنور زميلي نجيب، وصبح بالخير على زميلتنا مها وكذلك السادة المشاهدين الكرام. طبعا مثل ما تفضلتوا في بداية الحديث، تأثرت دولة الكويت في يوم أمس بأمطار طيبة ومباركة إن شاء الله على البلاد والعباد. استمرت ما يقارب 14 ساعة تقريبا من منتصف نهار يوم أمس وإلى فجر اليوم. طبعا بدأت بمناطق غربية وجميع المناطق السكنية وكذلك المناطق الصحراوية، أكثر كمية سجلت إلى الآن بحدود تقريبا 14 كيلو أو 14 ملي متر، وهي كانت في منطقة السالمي غرب البلاد، وتفاوتت الكميات ما بين 2 ملي إلى 9 ملي متر. تعتبر هذه كميات يعني مقارنة على عدد الساعات اللي هطلت فيها كميات متوسطة وكميات خفيفة. احنا متوقعين كذلك ان ابتداء من هذه الساعات مع تحول الرياح الشمالية الغربية في اخر ساعات النهار تبدأ الاجواء السماء تكون صافية وكميات السحب تقل تدريجيا. الليلة راح تكون ليلة باردة شوي، الايام الجايه كذلك ان شاء الله راح يكون استقرار تام بالطقس، الاجواء راح تكون جدا جميله، اعتدال في النهار، درجات الحراره العظمى المتوقعه راح تتراوح ما بين ال 24 و 27 درجه مئويه، الصغرى ايضا راح تتراوح ما بين ال 10 درجات في بعض المناطق، راح تحسون ببروده شوي خاصه المناطق الغربيه والمناطق الصحراويه، المناطق اللي قريبه عند الساحل المناطق السكنيه راح تتفاوت فيها درجات الحراره ما بين 13 درجه مئويه الى 16 درجه مئويه. نعم، بالنسبه ايضا الى التوقعات او الامطار هذا العام، يمكن في الاعوام الماضيه ايضا شهدنا امطار غزيره، لكن ودنا نعرف من خلال مطالعتكم وأيضا كشفكم لهذا الأمر وقراءاتكم للأرصاد بشكل عام، ماذا عن كميات الأمطار التي سوف تأتي في هذا العام إن شاء الله؟ هل هي غزيرة أم أنها متوسطة وخفيفة كما شهدنا في اليومين الماضيين؟ طبعا احنا في بداية الموسم عملنا دراسة حق الثلاث شهور القادمة، دراسة متوقعة طبعا تشير التوقعات المناخية بأن الأمطار المتوقعة في هذا الموسم في أو أقل من معدلاتها الطبيعية. احنا لاحظنا مثل ما تفضلت أخوي نجيب أن الأمطار تأخرت علينا، صحيح أن شهر 11 وشهر نوفمبر هذا هو الفترة الانتقالية اللي دائما تتغير فيها الأنظمة الجوية، تتغير فيها الكتل الهوائية، الأمطار تبدأ في هذه الفترة، ولكن في تأخر وكذلك الكميات محدودة. بشكل عام الأمطار المتوقعة في هذا الموسم أمطار أقل من المعدل، قد تتخللها بعض الأنظمة السريعة مثل ما شهدنا في يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، كانت في أمطار غزيرة في المناطق الشمالية، أمطار خفيفة في بعض المناطق، أنظمة جوية سريعة راح تمر، هذا متوقع إن شاء الله وارد، ولكن بشكل عام المجمل الكميات
خلال هذا الموسم راح تكون أقل من معدلاتها الطبيعية. نعم. أيضا بالنسبة لحالات البحر والبر خلال الأيام المقبلة والنصائح أستاذ عبد العزيز. الأيام الجاية إن شاء الله خاصة نتكلم عن أربع أيام جاية راح تكون أجواء إن شاء الله معتدلة مناسبة لممارسة الأنشطة الخارجية سواء الإخوان الحداقة كذلك الحين أصحاب الكشتات راح تكون أجواء جدا مناسبة الأيام الجاية راح تكون الأجواء لطيفة كذلك استقرار تام في الطقس. إحنا دائما نوجه رسالة حق السادة المواطنين المقيمين بما أن في فترة انتقالية وتقلبات جوية تحدث من حين إلى آخر ننوه عليهم بالمتابعة المستمرة للنشرات الجوية والتنويهات والتحذيرات التي تطلقها إدارة الأرصاد الجوية وكذلك عبر الوسائل الإعلامية الرسمية لدى الدولة متمثلة في إذاعة تلفزيون دولة الكويت لتجنب أي لا سمح الله ضرار في الممتلكات أو الأرواح. نعم سيد العزيز يمكن كثير من الناس يمكن بالذات الخوات النساء هالأيام يدورون جاهزين بوتاتهم عز الله سامعهم جاهزين اللبس الثقيل فتساؤل قادم أن متى إن شاء الله راح يدش علينا البرد اللي ممكن هم أساس هم يكشخون ما عشاني يعني والله هذا من أكثر الأسئلة اللي تطرح هذه الأيام البرد أخوي نجيب إلى الآن البرد إحنا طبعا المعروف بحسب مناخ دولة الكويت الأجواء أو البرد دائما يكون برد معتدل إحنا متوقعين أن في نهاية شهر نوفمبر أو الأسبوع الأول من شهر ديسمبر راح تبدأ الأجواء أو تلبس الشتوي نعم. ولكن البرد اللي دائما يكون يعني برد قارص نوعا ما دائما يكون في شهر واحد آخر شهر واحد بداية شهر اثنين مع تزامن مع نزول الكتل القطبية الشمالية اللي تؤدي إلى البرد الجاف والرياح الشمالية الجافة الباردة اللي درجات الحرارة قد تلامس الصفر المئوي نعم. فبشكل عام إن شاء الله في بداية أول أسبوع إن شاء الله من شهر ديسمبر راح تلبس الناس الشتوي إن شاء الله إذا كل شكر لك أستاذ عبد العزيز القراوي مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية على هذا اللقاء شكرا جزيلا